أتى قدر الأردن أن يكون وطناً ورسالة، علماً لأمته ومنارة. فالأردن النموذج والمثال في الأمن والاستقرار، يستنهض اليوم شبابه ليكونوا جنوده في الطريق تجاه مجتمع ديمقراطي تسوده مبادئ التسامح والانفتاح، مجتمعاً جديراً ومستحقاً لمكانة متقدمة بين الأمم. وفي الأردن كان عبد الله الثاني يرى بعيداً ويضع ثقته في شعب كان أهلاً لكل تحد ومعترك عبر عقود من التضحيات والمنجزات. تعرفنا على التاريخ الصحيح اللي هو لازم عن جد كلنا كشباب أردني نعرفه ونهتم فيه. تاريخ لازم ندرسه، لازم نعرف أكثر. بين كل فترة وفترة لازم يصير في دورات، في محاضرات زي اللي أخذناها اليوم. يعني أنا اليوم كثير اكتشفت أنه في عندي معلومات كانت خاطئة. أضاء الملك الطريق أمام الأردنيين ليستظلوا بالفكر، يناقشونه بكل حرية وانفتاح، محتكمين لضمير الوطن ومصالحه. وبالحرية تمضي اليوم جموع الأردنيين وراء ملك إصلاحي لم يتردد في أن يضع خلاصة فكره ورؤيته في أوراق نقاشية تفتح الباب أمام حوار مجتمعي حول التصور الأمثل لمجتمع يتشارك الجميع في احتضان وتجذير قيمه وممارساته الديمقراطية. فكان الملك يبادر بطرح تصوراته لتكون أساساً للإصلاح الذي يصبح الاختلاف فيه من أجل الأردن لا عليه. خلتنا نفهم القيم أكثر من إننا نحفظها، مثل التنوع والتعددية وتقبل الآخر، القيم اللي خلتنا تجمع ما تفرق، حب الوطن والعمل جميعاً لمصلحة الوطن. كانت حافز جداً إن التعايش مع أوضاع الثورة العربية الكبرى مهمة إننا حتى نخرج من أسلوب التلقين. وما زالت الأرض الأردنية معطاءة وولوداً بأبناء يستطيعون أن يكونوا الجيل الجديد الذي يستكمل ما تركه الآباء والأجداد، جيلاً مؤمناً بنفسه ووطنه ومليكه، جيلاً يسعى لأن يضع بصمته على مسرح التاريخ وأن يحمل الرسالة التي كان الأردن أبلغ وأعمق تعبير عنها، جيل يمضي وراء قائد يدعوه للمشاركة الواسعة والمواطنة البناء الفاعلة ليكون الوطن للجميع ومن أجلهم كما كانوا دائماً له ومن أجله. العمل التطوعي ينمي من المواطنة الفاعلة في تجسيد ذلك الوعي الذي نمتلكه من وجهات نظر وأفكار مختلفة تجمعنا فيها الحب والدافع لخدمة الوطن. الثورة ليست حدثاً في التاريخ، ولكنها تاريخ نعيش فيه ومسيرة نمضي فيها مسلحين بالعزيمة والإرادة. ولذلك فإن الثورة تتطلع لجيل من الشباب الذي يحمل الرسالة، جيل يقتنص التميز والتقدم بعد أن أهداه الأجداد أرضاً حرة مستقلة وكريمة للوقوف عليها. وكما مضوا مع الحسين فإننا نصطف اليوم وراء أبي الحسين قائداً يطوي محطة لينطلق لأخرى ويقبض بكلتا يديه على أمانته، فدوى لعيون الوطن وهدية للأجيال القادمة.